صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أراد دراسة كتاب واحد في التفسير والاقتصار عليه، فما الكتاب الذي تنصحني به؟ كتب كثيرة ولله الحمد، لكن عليك بالكتب الصحيحة الجيدة التي تتمشى على مذهب السلف الصالح، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه كتب جيدة ومفيدة ونافعة، وهي مأمونة أيضا، ليس فيها دس ولا دخيل. نعم.